اهلا بيكم كل مشاهدين برنامجنا اس ام اس. النهارده اول طبعا في مناسبه جميله جدا. اولا بحب اهني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه عيد الاضحى المبارك، اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طبعا كان في شاهد مطار القاهره الدولي حفل، و كانت حفلة جميلة جدا برئاسة رئيس الوزير سيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. ده كان من خلال استضافة طبعا الضيفة اللي عندنا الجميلة جدا اللي هي بطلة مصر بنتنا الطالبة يمنى أحمد عياد. أهلا بيكي. ومعانا كمان طبعا كابتن مصر كمان أستاذ وائل فهر محمد حسين. أيوة. اهلا بك يا فندم. شرف يا فندم. برحب بكم طبعا داخل الاستوديو، وبحب ان حضراتكم تدوا نبذه بسيطه جدا عنكم بالنسبه للمشاهدين. انا اسمي وائل فهر، كابتن مدرب ملاكمه الاتحاد المصري للملاكمه، مدرب يمنى من وهي في سنه في سته ابتدائي لحد الليله الان. يمنى. اسمي يمنى احمد رزق عياد، لاعبه منتخب مصر ملاكمه، عندي 19 سنة في كلية التربية الرياضية. طبعا احنا بنتكلم هنقول بطولة ملاكمة، فهي الرياضة رياضة صعبة جدا، عشان نتكلم ونقول بنوتة او بنت تيجي تلعب الرياضة دي فصعبة جدا. ما لقيتيش في يعني اخترتي حاجة غير لعبة الملاكمة؟ انا كنت بلعب قبل الملاكمة اصلا كونغ فو. طب ازاي انت حبيتي اساسا الملاكمة ودخلتي فيها؟ يعني قلت لك في البدايه كنت بلعب كونغ فو، واللي عرفني على اللعبه دي الكابتن بتاعي، هو اللي عرفني عليها وحببني فيها جدا. كابتن وائل، ازاي قدرتي تكتشفي المهارات بالنسبه ليمنى؟ طبعا احنا في خلال الكواليس قبل البرنامج اتكلمنا في حاجات كتيره جدا، واكتشفتي ان اليمنى يعني ما شاء الله معاها بطولات كتيره جدا. تمام. حضرتك ممكن تديني يعني تقولي ازاي قدرتي ان انت فعلا يعني تشتغل على الحته اللي فيها اللي هي الفراسه اللي فيها ان هي بتحب الرياضه؟ هي اولا بطل مصر في الكونغ فو، بطل مصر في المواي تاي، وبطل افريقيا في المواي تاي. يمنى بتتميز بطول الذراع، ايدها طويله، يعني مش طويله في الضرب، في اللكم، وبتحب اللكم اكتر من الركل. فده كان واضح ان هي في التدريبات ان هي بتحب اللكم، فبدانا نشتغل على الملاكمه اكتر، يعني هي مايله للملاكمه اكتر. لحد ما كان في بطوله الجمهوريه، دخلت بطوله الجمهوريه جابت مركز اول في وزن 57 مرحله الشابات، دي كانت من 3 سنين في اسكندريه. وبعد كده السنه اللي بعدها برضو دخلت في نفس الوزن جابت برضو المركز الاول، ودي كانت البطوله في نادي الترسانه. السنه دي دخلت مرحله العموم، ومرحله العموم بتبقى صعبه شويه لانهم بيبقوا بنات بيلعبوا من سنين طويله ملاكمه، بس الحمد لله هي دخلت برضو في وزن 57 وجابت المركز الاول. يمنى بتلعب من سن كام سنه؟ يمنى بتلعب من 8 سنين بالظبط كونغ فو، لكن 4 سنين ملاكمه. 4 سنين ملاكمه. اه. في فرق ما بين الكونغ فو وفي فرق ما بين الملاكمه. طبعا. صح؟ طبعا. طب ازاي هي قدرت يعني تمشي في المسار ده؟ الكونغ فو بيأسس لكل الرياضات لان هو اشمل، في الملاكمه وفي المصارعه وفي التايكوندو وفي الكاراتيه، في كل حاجه. جميع الدرجات وجميع لكن الملاكمه تخصص اكتر. في الايد بس. ايد بس. اه طبعا. في حد بابا او ماما قدروا ان هم يقولوا لك لا ملاكمه ايه يا بنتي احنا خايفين عليكي او الكلام ده؟ لان طبعا الملاكمه احنا بنتكلم بقى دي رياضه عنف، احنا معروف عنها ان الشباب هم اللي بيلعبوها، ولكن البنات كمان بتدخل في رياضه الملاكمه، فدي حاجه صعبه جدا. لا بالعكس، هم كانوا بيدعموني جدا، يعني هم كانوا بيدعموني طالما هم شايفين ان انا حابه الرياضه دي وحباها ومتفوقه فيها، فخلاص هم كانوا بيدعموني. كم بطولة دخلتيها؟ دخلت 3 بطولات جمهورية ملاكمة، ومرتين بطولة مناطق، وبطولة البحر المتوسط. حضرتك من خلال يمنى ايه الحتة اللي انت اشتغلت عليها فيها؟ يمنى جريئة، جريئة جدا، مش بتخاف. اللعبة دي عايزة الجراءة والذكاء. ذكاء. ذكاء، وده أهم حاجة، والطموح. هي يعني من وهي لسه بتلعب نفسها تبقى بطلة أولمبية زي الأبطال اللي هي بتشوفهم في التلفزيون، وهي بتسعى لده وبتجري على ده، وإن شاء الله هتحققه في يوم من الأيام. بالنسبة لتدريب البنات وتدريب الشباب، بتلاقي في فرق ما بين التدريب ما بين الشباب والبنات؟ الصعوبة بتلاقيها فين؟
الصعوبه مع الاولاد اكتر، كان البنات يعني انا كنت الاول بفضل الصبيان، لكن لما بدات امرن يمنى وزملاتها البنات اكتشفت ان البنات افضل من الصبيان. البنات بيسمعوا الكلام اكتر، متعين جدا، عندهم طموح اكتر، عندهم صبر اكتر، شغف اكتر، يعني عندهم مميزات كتير اكتر من الصبيان. الصبيان ممكن يتمرن سنه واثنين وثلاثه ولما يخسر ما عادش يلعب تاني. طب ايه اللي بيخلي البنت بيجي لها جراءه او بيكون عندها حته الكاريزما عندها اكتر في الرياضه؟ ده مش بس في الرياضه، ده في جميع المجالات. البنت عاوزه تثبت ذاتها. الولد دايما عندها حته طموح. اه طبعا، ده عاوزه تثبت ذاتها، ففي اي مجال هتخش وهتنجح فيه لان هي عندها طموح. يمنى، انا عرفت كمان ان من خلال الكواليس قبل البرنامج ان عندك كمان اختك الكبيره واختك الصغيره. اخت واحده بس. اخت واحده صغيره. الصغيره دي اللي كانت بتلعب قبلك. ايوه صح صح. طب انت رحت عشان تتفرجي، ازاي حبيتي الرياضه؟ يعني أختي انا كانت انا في البدايه كنت بلعب كاراتيه اصلا قبل الكونغ فو، تمام؟ فلما كنت بروح معاها اجرب، يعني هي بتلعب وكده وخلاص، انا كنت وصلت في الكاراتيه للحزام الاسود فاجرب معاها عادي، مش مشكله. ما لقيتيش نفسك في الكونغ فو؟ انا حققت فيه اول بطوله ليا، حققت خامس، كانت الجمهوريه. وبعد كده قعدت وقت طويل 5 سنين ما مش بحقق، بتتغلب بتغلب. احنا عايزين نقول للساده المشاهدين ان كابتن وائل هو مؤسس يمنى ما شاء الله عليها من صغرها، ومن وهي عندها 8 سنين. فهو كمان جميل ان المدرب ان هو يقدر يفهم شخصيه اللاعب اللي معاه، ويقدر ان هو يوجهه، ويقدر ان هو يمرنه، او نقدر نقول زي العجينه الطريه كده، بتقدر ان انت تشكلها زي ما انت عايز، صح؟ تمام. دي بتفيد في ايه بالنسبه للكابتن والعلاقه ما بين الكابتن وما بين اللاعب؟ اولا انا المدرس بتاع يمنى في المرحله الاعداديه، يعني طول 3 سنين هي معايا في المدرسه ومعايا في النادي ما شاء الله. ويعني هي كانت شاطره برضو في المدرسه وشاطره في انا مدرسه تربيه فنيه ما شاء الله، كانت شاطره في التربيه الفنيه ومحققه تاني جمهوريه في التربيه الفنيه. معايا في كل وقت، فانا عارف، مش هي بس، هي ومجموعه كانوا مجموعه بدات بيهم تدريبي، كلهم نجحوا الحمد لله، بس هي كانت انجح حد فيهم. فطبعا انا خلاص عارفها، يعني معايا في النادي، معايا في المدرسه، معايا في كل وقت، بنقضي وقت طويل جدا، فبقينا فاهمين بعض احنا الاثنين. زرعت فيها الحلم بتاعي ان انا كان نفسي ان انا ابقى بطل اولمبي وان انا ابقى بطل عالم. فهي ما كانتش تعرف يعني ايه بطل جمهوريه، يعني ايه بطل عالم، يعني ايه بطل اولمبي. انا بدات اكلمها اقول لها لا، طب شوفي، طب اتفرجي على ده واتفرجي على ده. بدات تحس بنفسها عاوزه تبقى زيهم، عاوزه تنجح. لما لقت زملاتها الصبيان اللي كانوا معاها في المدرسه ومعاها في النادي بينجحوا وهي ما نجحتش، هم سبقوه حققوا قبلها، بدات تتمرن اكتر واكتر واكتر، تتمرن اكتر واكتر. يعني هي اللي كانت بتيجي يا كابتن انا عاوز اتمرن زياده عن زمايلها كمان كانت حابه وقت اضافي. كانت بتلعب، يعني هي كانت ممكن تجيب 4 ساعات 5 ساعات في اليوم. كابتن، حضرتك قلت لي ان حضرتك كنت مدرس تربيه فنيه. تربيه فنيه فهي رسم وفني تشكيلي والفن الجميل والحاجات الجميله والالوان والريشه. يعني في فرق ما بين ده وما بين الملاكمه، وحضرتك دخلت الملاكمه. انا بحب الرياضه وبحب انا كنت لاعب منتخب مصر كيك بوكسنج. بحب وكنت بحب الملاكمه اكتر. يعني الرسم هوايه والملاكمه هوايه برضه، ما بيختلفوش عن بعض، ده فن وده فن. يمكن ده يعني فن راقي، لكن ده فن نبيل. بتحبها؟ طبعا جدا. طيب ازاي نقدر ان احنا نعد بعض الخطوات لاعداد كابتن صغير هنقول بطلة عالم ان شاء الله باذن الله؟ ان شاء الله. من الناحيه الماديه، من الناحيه الفكريه، من الناحيه الثقافيه، من الناحيه التاهيل النفسي. التاهيل النفسي هي خلاص خدت تاهيل نفسي، هي دخلت بطوله البحر المتوسط، عملت اول 3 احتكاكات دوليه في حياتها، كسبت اول ماتشين وخسرت الماتش الثالث من بطل عالم المصنف رقم 1. يعني معلش هتخاف من حد بعد كده. هي كانت بتلعب مع اعلى حد في العالم، وهي لسه صغيره، تاني اكبر منها بكتير. فطبعا هي هيبقى عندها معسكرات برعايه الاتحاد المصري للملاكمه، دكتور عبد العزيز غنيم هو وعدها بكده، وهو على فكره هو اللي اختارها. يعني يمنى في اخر اختبارات هي اتغلبت، بس هو اللي اختارها وهو اللي اصر عليها، والحمد لله كانت قد الاختيار بتاعه. ان جسمها كمان مؤهل، يعني من الصفات كمان ان الجسم ممكن يكون مؤهل. طويله يعني هي طول الذراع وطول الرجل عندها طويل. زي طموحها، ان هي طموحها عاوزه تحقق.
فده ان شاء الله الفتره الجايه طبعا الاتحاد المصري هي بنته خلاص، هي هتبقى تبع الاتحاد المصري شغاله، شغالين على تطويرها، وانا ككابتن لما بترجع لي تاني برضو بطور معاها وبنشوف ايه الغلط اللي عندها. طبعا كان في اخطاء كتير لسه عن في البطوله، هنبدا نصلحنا على قد ما احنا قادرين، نحاول نصلح والاتحاد بيصلح. الكابتن سعيد والكابتن هيثم والكابتن حنان هما الكباتن بتوع في المنتخب، طبعا كلهم كل الشكر. فان شاء الله ربنا موجود اهو، هنحاول ان شاء الله ان احنا نوصل لاول عالم ان شاء الله. عايزين نتكلم على اليوم الاحتفاليه اللي كان في المطار اللي حضره وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، ونوري الساده المشاهدين الميداليه اللي حضرتك جبتيها. طبعا لان هي جابت طبعا بطوله البحر المتوسط والميداليه البرونزيه، فدي حاجه جميله جدا، وطبعا بقول لها شابوه ليك ان انت فعلا انت رجعتي ومرفوعه الراس لمصر كلها، وبنقول لك يعني الف مبروك. اتكلموا لنا بقى على الحته دي في الاحتفاليه. اتفضل. هي كانت لفته جميله جدا من اهل بلدي قريه كفر العرب مركز فرسكور، احنا محافظه دمياط. ايوه خرجنا باوتوبيسين من مركز شباب كفر العرب، قابلنا يومنا في المطار وقابلنا ابطال مصر في الملاكمه، وخدناها وروحنا لقينا البلد كلها بلا استثناء بامانه يعني كلهم خارجين يستقبلونا. مشينا حوالي كيلو بنت القريه. ايوه بنت القريه اول حد يحقق لهم ميداليه دوليه، دي كانت اكبر فرحه واكبر جايزه من ربنا، ان الاقي بلدي اهلي بلدي حاسين بقيمتي وبقيمه بنتي وفرحانين لفرحنا، دي اكبر جايزه، عمري بيتهيألي ما اخد جايزه تانية اكتر من كده. انت احساسك كان ايه؟ لا كانت فرحه كبيره، فرحه كبيره بقى كده الميداليه احتفال. كمل. لا كانت فرحه كبيره جدا، يعني ده كان الاحتفال بتاعي فعلا بجد. كنت سعيده جدا، سعاده لا توصف. يومنا هي اساسا من النوع الخجول شويه، يمكن هي قبل البرنامج كانت قلقانه ومتوتره، ولكن طبعا كنا ان هي موجوده وبنسلط الضوء عليها. في كتير قوي من شبابنا والبرايم الصغيرين عندهم قدرات عالية جدا، عايزين فعلا نقول في ناس هم مش متشافين. اما تكون بنوتة سن 17 ولا 18 سنة 19 سنة ومحققة البطولات دي كلها ومن اول سنة، يعني حضرتك بتقول لي انا يمنى من سن 8 سنين واول ما دخلت كمان بدأت في البطولات، هي ما شاء الله عليها كسبت كتير. عايزين نوجه رسالة بقى، يعني ده بيكون لولادنا، يعني حضرتك توجه لنا رسالة بالنسبة للاهالي ان ممكن يكون عندهم اطفال او شباب يقدروا ان هم ينموا عندهم الحتة دي. اهم عامل نجاح في بطولة يمنى دعم والدتها لها وإيمانها بقدرات بنتها وجريها وراها في كل مكان عشان توصل لحد ما وصلت. مفيش حد هيوصل إلا لما يحاول، ومفيش حد هيقدر يشيلني عن حلمي إلا نفسي، فأنا لازم أسعى على حلمي وما سيبوش مهما خسرت ومهما حصل انتكاسات في نص الطريق، هوصل لازم هوصل. الإصرار جميل على فكرة، يعني بيحولنا من حالة لحالة. يمنى تقولي لماما إيه؟ اللي هي بصي انت واخداها وراكي، يعني بصي في كل مكان انت بتروحيه. انا بشكرها جدا على كل الحاجات اللي بتعملها معايا، يعني هي دايما واقفه معايا وبتساعدني وبتساندني ودايما بتدعمني في كل حاجه، يعني بجد ربنا يخليكي ليا، بحبك قوي. كم بنت موجوده عند حضرتك في الفريق زي يمنى بالظبط كده مؤهله ان هي تكون بطله عالم؟ ان شاء الله معايا 15 بنت، هم مواليد 2008 يعني و2009 صغيرين لسه، و2010 قدامهم 4 سنين وثلاث سنين عشان يشاركوا في اول بطوله جمهوريه ملاكمه. ان شاء الله ان شاء الله هم هيكونوا قوام المنتخب المصري ان شاء الله. ان شاء الله. يمنى بتصنف رقم كام بالنسبه للبنات اللي بتلعب في الملاكمه وما شاء الله جايبه بطوله؟ يمنى تعتبر دلوقتي هي اول بنت في تاريخ مصر كلها تحقق ميداليه، اول بنت تحقق ميداليه في البحر المتوسط، فالحمد لله انجاز. وكانت اول بنت في دمياط تحقق اول ميداليه ذهبيه لدمياط في بطوله الجمهوريه، يعني هي ما شاء الله من اول سنه دخلت فيها الملاكمه كانت اول بنت تحقق اول ميداليه لدمياط واول ميداليه ذهب لدمياط كلها، ولما دخلت البحر المتوسط كانت اول بنت
حقق لجمهوريه مصر العربيه اول ميداليه، هي برونزيه بس هي اول ميداليه في تاريخ الملاكمه النسائي في بطوله البحر المتوسط. بس ازاي بيبدا يومك يا يمنى اول ما بتصحي من النوم لحد ما بتيجي بتروحي مدرستك وبتمارسي طبعا الرياضه بتاعتك والتدريبات؟ يعني اول ما بصحى من النوم ده يعني بدايه اليوم كده لازم الصلاه طبعا، بعد كده ممكن نفطر وتمرين، وبعد كده انزل مثلا اروح الكليه بتاعتي او لو عندي الكلية، هي كلية عامة تمام، وبعد كده أجي من الكلية أريح شوية وأذاكر وممكن أتمرن تاني. حسيتي بإعاقة بالنسبة للرياضة أثناء الدراسة؟ لأن كتير قوي من الأهالي بيجي بيقولوا إن الرياضة أساسا في حد ذاتها دي مضيعة وقت، ولكن هي بتقوي العقل في حد ذاته. اللي بيقدر ينظم وقته بيكسب، بدليل يمنى. يمنى على فكرة لسه ناجحة في كلية التربية الرياضية وجايبة جاي جدا ما شاء الله، برغم ان هي كان وقت امتحاناتها كانت معسكره في المركز الاولمبي في المعادي، يعني كانت بتنزل تمتحن وترجع تاني المعسكر، تنزل تمتحن وترجع المعسكر، والحمد لله جابت جيد جدا. طب ليه احنا تفكيرنا اساسا دايما يعني بنقول ان لا، احنا كل اللي يهمنا ان الولد او البنت بتقعد على الدراسه او بتقعد على الكتاب من اول يوم لاخره عشان تجيب تقدير كويس قوي وتقدر ان هي توصل اللي هي عايزاه؟ هل فعلا بطول الوقت ان البنت يعني تقعد تذاكر او الشاب يقدر يوصل لحلمه؟ احنا عايزين نغير اكيد طبعا، هو دي ثقافه البلد كلها، بس انا على ما اظن ان مصر دلوقتي بدات تهتم بالرياضه، بدليل ان يومنا بنت قريه، بنت قريه ومفيش فيها ملاكمه واول حد يلعب فيها ملاكمه، والحمد لله بقت طالبه في كليه التربيه الرياضيه وجايبه جيد جدا وجايبه ميداليه برونزيه في البحر المتوسط. ده نجاح بقى، الثقافه تتغير تاني، يعني مش في يوم وليله هتتغير الثقافه بتاعت بلدنا. نقدر دلوقتي ان شاء الله نشوف الصور والفيديو ليومنا اثناء رجوعها من مطار القاهره لمحافظه دمياط. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات، من هنا قررت بعد ما فكر امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، اهو رهنوا عليك تسهروا. طبعا نموذج مشرف جدا يومنا لكل شابات وبنات جمهوريه مصر العربيه. احنا دايما من خلال البرامج او من خلال المسلسلات بنقدر نقول بنعتمد على الجوانب السلبيه، ولكن في جوانب ايجابيه كتيره جدا جدا جدا، بنقول اهو يا جماعه في شباب طالع جميل جدا ما شاء الله عليه، بيقدر ان هو يصنع المستحيل، ما فيش حاجه اسمها مستحيل، انا عندي حلم بقدر اشتغل عليه وبوصل للي انا عايزاه. احساسك ايه لما رئيس سياده الوزير اشرف صبحي استقبلك؟ طبعا كانت فرحه كبيره، خصوصا ان سياده الوزير نفسه هو اللي جه واستقبلنا واستقبل جزء من البعثه. ولما رحتي دمياط ولقيتي اهل القريه فرحانين ببنتهم يمنى راجعه مرفوعه الراس؟ لا دي فرحه تانية خالص. نمتي اليوم ده؟ لا. قمة السعادة. حسيتي بإيه؟ ما قلت لحضرتك هي سعادة لا توصف، يعني بجد كفاية فرحتهم ليا والاحتفال والتكريم اللي هم كانوا عاملينه لي. خفتي من النجاح ده؟ أوقات طبعا احنا لما بننجح في أي شيء احنا بنخاف أكتر، ليه؟
احنا وصلنا لحاجه معينه او ليميت معين فمش حابين ان احنا ممكن ننزل. بالعكس انا حابه بيديني طموح اكتر انا عايزه احافظ عليه، فده بيبقى قمه الرعب ان انا وصلت مش هينفع ان انا انزل حاجه عن كده. فايه بقى خطتك للفتره الجايه من خلال طبعا البطوله اللي انت راجعه لنا بيها، بطوله البحر المتوسط والميداليه البرونزيه، تشتغل على نفسك ازاي بعد كده؟ هنزيد اكتر في التمارين تمام، ونتعب على نفسنا اكتر واكتر علشان اوصل لهدفي وحلمي طبعا، لان انا عاوزه اجيب اول عالم باذن الله وذهبيه الاولمبياد ان شاء الله. طبعا وقتنا قرب على الانتهاء، فممكن تقول لنا رساله بسيطه جدا فاولها لكل اب وكل ام ولولادنا كمان؟ اللي بيحاول بينجح مهما طال الطريق، مهما طال الطريق هيوصل، اللي عاوز حاجه هيوصل لها، مفيش حاجه اسمها مستحيل. معانا اهداء وكل الدعم من الاستاذ احمد حامد الغريب ابو عدي، احد رواد العمل العام بالداخل والخارج، عضو حزب مصر الحديثه، امين الوحده الحزبيه بقاره كفر العرب بدمياط. طبعا انا بشكره جدا وهو بيشكرهم، وبصراحه هو كان السبب الاساسي ان هم يكونوا موجودين معنا في البرنامج، لان من ساعه ما يمنى سافرت واحنا متابعين خطوه بخطوه وهو بيبلغنا. طبعا ليك كل الشكر. اول ما وصلت كمان يمنى والاحتفاليه، وكان ده اهم يعني اهداء بسيط جدا منه لي، واحنا باسم مصر كلها بقول لكم بجد يعني شابو ليك، وبقول لك الف مبروك ورفعت راسنا، وبقول لك يا كابتن طبعا فخورين بيك جدا جدا، وان شاء الله باذن الله هيكون لنا حلقات تانية ونقدر ان احنا دلوقتي نختم حلقتنا، واقول لكم انتظروني في حلقه جديده من برنامجنا اس ام اس.